كمان أكد الرئيس السيسي قدرة الدولة المصرية على تلبية كافة متطلبات واحتياجات المواطنين، مشيرا إلى قيام الدولة بتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية بالمحافظات وفقا لمخططات متكاملة تحافظ على الفكر والذوق العام للأجيال الصاعدة. كما طالب الرئيس السيسي المواطنين بالحفاظ على أموالهم وعدم إهدارها في البناء غير المخطط وغير المستفاد منه. شغالين في برنامج في 500 ألف وحدة غير، مش كده دكتور مصطفى؟ غير الإسكان كله ده في المحافظات، مش اسمه اسكان المحافظات، بقول لعواصم المحافظات يا جماعه يا اللي بتسمعوني، ال 500 الف وحده هيتعملوا بالنمط اللي هتشوفوه دلوقتي. لو محتاج مدرسه هتتعمل مدرسه جواها، خدماته جوه الحي اللي بتبني، وبتبني بالشكل ده، بالشكل اللي هو اللي يليق بالانسان. طب بتعمل كده ليه؟ عشان انا مش عايز اشوه الطفل اللي طالع، اشوه فكره وذوقه وشخصيته بان هو يطلع في بيت يعني مش زي ما احنا بنعمل يعني. واحنا قادرين بالمناسبه، عشان بس تبقى الامور واضحه، احنا قادرين كدوله ان احنا نلبي مطالبكم، بس انتوا كمان ما تضيعوش فلوسكم في حاجات يعني المفروض الناس بتوع الجامعه علماء الاجتماع يدرسوا ليه الناس بتبني كده. وهي وبالمناسبة في مدينة الأمل يا دكتور مصطفى نفس الملحوظة، أعدي هناك فببص على البيوت هلاقي البيوت كتير كتير جدا وعالية وثلاث أرباعها فاضي. طب انتوا بتعملوا كده ليه؟ اللي عمل كده بيعمل كده بتضيع فلوسك ليه؟ انت بتتكلم ان كان ده حجم طلب. احنا بقالنا 7 سنين بنقول اي حد عايز اسكان اجتماعي بنوفره بالشكل اللي انتوا بتشوفوه. لو اتطلبت 1,000,000 وحدة سكنية اسكان اجتماعي هنعمله، والبنك المركزي داخل معانا بمبادرة عشان يخفض الفايدة على الناس. فاحنا يعني موضوع الاسكان كفكرة اترسخت في نفوسنا في سنين طويلة جدا ان مفيش حل لها، فلازم لا دي اتحلت خلاص. وانا قلت ان احنا مش هنخلي في مصر طلب على شقق في اي محافظه من المحافظات الا ما نكون ايه لبنا. فانتوا وفروا فلوسكم، مش وفروا فلوسكم انكم انتوا خش في المخطط واعمل طبقا للتخطيط.